السلام عليكم البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، نلقاكم ان شاء الله باحسن الاحوال. اليوم عندي لكم فيديو جديد. نتوما عارفين دابا حنا باقيين في عالم ديال الجوهره. عندي لكم جوهره خطيره بزاف لانها زوينه، التوب ديال الكاليتي ديالو واعره. الميزه الثانيه اللي فيها الجوهره هذه انها ما كتبينش، يعني اللي لبستي تحت منها ما يبانش، وكتجي روعه بزاف، كتجي يعني خطيره بزاف. العشاق الناس اللي كيبغيو يلبسوا بياسه وحده، ما كيبغوش يلبسوا يعني بودي كولون عاد ديروا جوهره. دابا حنا عارفين بان اي وحده الا كانت كبيره ليها خاصها ضروري دير بودي، بالاخص الا كانت محجبه ضروري خاصها دير بودي وكولون باش ما يبانش ليها شي حاجه من التحت، وعاد دير جوهره من الفوق. لا، هذا ممكن تلبسيه يعني بلا ما ديري لا بودي لا شي حاجه، غير شي دي باردو ولا شي حاجه يعني اللي خفيفه، واش تقدري تلبسيه يعني عادي، يعني كوني اكيده بانه ما غيبينش ليك. وعاد الجوده ديال الثوب خطيره بزاف. المهم انا غادي نوريكم دابا، بقاو معايا تشوفوا. يعني انا لابسه الروز، يعني ها انتم شوفوا، ما كيبينش بالمره، يعني كتجي رائعه في اللبسه، كتجي انيقه بزاف، كتجي انيقه بزاف اللبسه ديالها، كتجي هماويه. العشاق جوهره، انتي شوفي دي الموتيف اللي فيها، كتجي رائع بزاف 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 بزاف. شي الموتيف غزال غزال بزاف، لي موتيف اللي فيها غزالين بزاف وما كتبينش. ها نتوما شوفوا اليد ديالي ما كتبانش بالمره. شتي انا غادي نوريكم ان شاء الله اللوينات ديالها، بقاو معايا غنوريكم اللوينات كاملين. هي فيها 12 لون، يعني هادو هما اللون اللي فيها الاصليين ديالها هما هادو، يعني الفري ديال هاد الجوهره هادي فيها مجرد هاد 12 لون هذا. الا كان شي لون زايد، يعني كتلقي بعض المرات نفس الموديل وكتلقاي الثوب زايد، عرفي بانه هي راه ماشي نفس لي مارك اللي كاينه، يعني هذا هما لي مارك اللي فيها. نخليكم معايا انا غادي نوريكم اللوينات كاملين اللي فيها. هانتوما اللوينات كاملين اللي فيها، كاين هذا اللي وريتكم دابا، شتي كتجي كتجيرا بزاف، وعاد طايحة طايحة هانتوما نازلة. والميزة التالتة اللي فيها ما كتكمش، كتبقى كيف ما هي حيت حرير، ما كتكمش بالمرة، حرير. مينات كاين هاد البيض، شتو البيض ديالها فيه السم النقري، وهاد جوهرة دابا اللي خرجات الميزة اللي زوينة فيها ماشي كلها زقلي، يعني كاين الناس اللي ما كتبغيش الزقلي، كتبغي غير تكون لون في اللون، يعني هاد الجوهرة اللي خرجت دابا يعني الميزة ديالها اللي زوينة اللون في اللون، هادي هي الميزة اللي فيها عاوتاني زوينة بزاف. ملاكي هذا لونج، شتي هاد لونج كيجي خطير في اللبسة، العشاق هاد اللون هذا، كيجي واعر بزاف. وأنا ميمكنش نعطيكم شي حاجة اللي غنقدر انني انا نخدم بها وما تعجبكمش، حيت انا خصني نكسب كليان، انا ما خصنيش نضيع كليان، هذه هي الميزه اللي عندي انا، وهذا هو الطريقه اللي خدامه بها مع كليان ديالي هنايا. تنبغي دائما نعطي شي حاجه اللي غيرجع عندي بنادم مره اخرى، يعاود يرجع هو يحس براسو انه واثق من راسو انه راجع عندي، وما يحس براسو انه ما يخافش، انه ما نعطيش شي حاجه اللي شي كاليتي ديالها اللي هي انا اللي غنقدر انا نخسرو فيها. حنا يلاه بادين هاد الميدان هذا، يعني خصنا نبداو ونكملو به في واحد الميدان نقدروا نكملو فيه، اللي غيقدر انه يكملو بوجوهنا كما تنقولو.
واي واحد كيقدر يعشق شي ميدان راه كيقدر انه يزيد فيه يزيد فيه وكيقدر انه يزيد دائما يزيد يحسن ويزيد يعطي فيه اكثر، حيث انت داخله لشي ميدان انك داخله ليه عن حب، ماشي داخله ليه مجرد انك انت غتكسبي فيه واحد المبلغ ولا غتقدري انك تكسبي فيه ولا لا، انت داخله ليه عن حب. بحال انا هذا الميدان هذا انا داخله ليه عن حب، يعني داخله ليه وانا كنعشق هذا الميدان هذا وكنعشق هذا البيو الشراء ديال هذا الشيء هذا وكنعشق الخياطه وكنعشق هذا الميدان هذا، يعني دخلت ليه عن حب ماشي دخلت ليه هي جيت كما تنقولوا غير جيت وتلحيت عليه، فهمتي؟ يعني داخله ليه عن حب هذا الميدان انا كيعجبني بزاف، كنتمنى ربي يسخر لينا فيه ويزيد يعطينا اكثر فيه ونزيدو نعرفو فيه اكثر، حيت واخا حنا في هذا الميدان هذا راه شي حوايج ما كنقدروش نعرفوهم، حيت هذا العالم ديال التوب هذا انه عالم بزاف، يعني عالم كثير، شي اي واحد يقدر يقول لك انه هو كيعرف فيه وانه هو شي واحد ما يقدر يدير به غير كيهضر، حيت هذا الميدان عالم عالم عالم، كتلقاي عندك نفس التوب نفس الكاليتي ديال التوب نفس الخدمه، ولكن كتلقاي الكاليتي مختلفه، وباش كتعرفي الكاليتي مختلفه حتى كيتحطوا لك بجوج بدقه، كيحط لك هاد الثوب هذا شي من العين المجرده ما كتقدروش انكم تحكموا على الاكياس، واخا انني انا دابا كندير انا دابا دايره اليوتيوب وكنصور فيديو داك الشيء، ولكن عمرك ما كتقدري تحكمي على الثوب في التليفون، ولا كتقدري انك تحكم دائما كتحكمي على الثوب باش كيجي عندك وكتشوفيه وكتلمسيه، ولا لقيتيه في جهه اخرى ولقيتيه بقل ثمن كتشدي داك الثوب ودي معاك الثوب ديالك وتشوف واش نفس الكاليتي، حيت لبستي تكون شي حاجه بعيده على اخرى تيبان لك بحال حتى كتحطيهم حدا حدا عاد كيعرف الفرق، هادو دائما خذوا هاد النقطه هادي، اي حاجه حسيتي براسك بانك انت تغفلتي فيها ولا انك انت تقلبتي فيها حزي الثوب ديالك هزي ودي معاك دي معاك وشوفوا واش عندك نفس الكاليتي اللي كاينه تما، واش نفس الخدمه واش نفس كلشي كتسقط، حيت شي حاجه شوف واخا ان دوك المقلدين كيقلدوه راه ما كيقلدوهش في كلشي، حيت هما ما عارفينش بزاف المزايا اللي دايرهم هذاك الشخص الاخر، واخا تيتقلد الثوب وكيتخدم خوه راه ماشي نفس كلشي، ضروري كتلقاي شي حاجه اللي مغيره فيه، هذه كوني اكيده منها. وكنتمنى نكون ما طولتش عليكم هذا الفيديو، وكنتمنى انني نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم، وكنتمنى انكم تدعموني وديروا لي جيم ولايك.